قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه 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 واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى اجاب مناديه وعاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهدايه الضالين وارشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطمان القلق ونشر اضواء الحق والخير والتوحيد والايمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء وايتها الاخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعه الكريمه المباركه على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله لا حاضر لامه تجهل ماضيها ولا مستقبل لامه تنسى فضائلها واذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شان الفارغين العاطلين فان ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شان الحاقدين الجاهلين لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول الأعداء بكل سبيل ان يحولوا بين الامه وبين ماضيها المشرق المجيد حتى لا تستمد الامه من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وشعله توقد لها من جديد شموس الحياه ودماء زكيه لتتدفق مره اخرى في عروق المستقبل والاجيال في الوقت الذي تعتز فيه كل امم الارض بتاريخها وتفخر برجالها وابنائها وان احق امم الارض بهذا الاعتزاز والفخار بجداره واقتدار امه نبينا المختار بشهاده العزيز الغفار اقول ان احق امم الارض بهذا الاعتزاز والفخار بجداره واقتدار امه نبينا المختار بشهاده العزيز الغفار قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيريه الامه ليست ذاتيه ولا عرقيه ولا عصبيه ولا قوميه ولكنها خيريه مستمده من ايمانها بربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم ولكنها خيريه مستمده من هذه الرساله التي شرفت الامه بحملها الى الناس اجمعين نعم ايها الاحبه خيريه الامه خيريه مستمده من هذا الدين الذي شرفت الامه بحمله الى الخلق اجمعين قال رب العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لقد انجبت الامه الميمونه المحمديه المرحومه على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف امام سيرهم العطره وقفه اعزاز واجلال واكبار بل وانبهار ومن اليسير ومن اليسير ان نحسب ونحصر عدد الاخيار في امه يقل فيها الاخيار لكن من العسير جدا ان نحصر عدد هؤلاء الاخيار في امه نبينا المختار لانهم عمر الزمن ونبض الحياه ومن المحال ان نحسب انفاس الزمن او ان نقدر نبض الحياه من المحال ان نحسب انفاس الزمن او ان نقدر نبض الحياه قد يكون من اليسير ان نقتطف زهره في صحراء مقفره لكن من العسير ان نقتطف زهره جميله في حديقه غناء تضم كل الوان الزهور وتشمل كل الوان العبير نعم من اليسير ان نرى نجمه تتلالا بالنور والضياء ولكن من العسير ان نحصر عدد نجوم السماء فتعالوا بنا لنقضي هذا الشهر الكريم هذا الشهر المبارك مع هذه الباقه المختاره والنجوم المتلالئه والكواكب المنيره والقدوات الطيبه والمثل العليا والنماذج المشرقه من ائمه الهدى ومصابيح الدجى سلسله جديده ميمونه مباركه اقدمها في هذه الايام لامه الحبيبه لا من اجل التنظير السالب ولا من اجل الثقافه الذهنيه البارده الباهته ولا لمجرد انها حكايات تروى وقصص تتلى ولا حتى لمجرد التاريخ وتسجيل الوقائع فقط كلا كلا انما اقدمها الان لامه الكريمه للعظه والعبره من ناحيه ولتربية الأجيال على هذه السيرة العاطرة، وعلى هذا المنهج التربوي الرفيع، بعد زمن طويل من التغريب والتشويه والتضليل، شوهت فيه الهوية، وزعزعت فيه العقيدة، وزعزع فيه الانتماء لهذا الدين باصوله وثوابته واركانه ولاقدم من خلالها من ناحيه ثالثه القدوه الطيبه في زمن قلت فيه القدوه من ناحيه وقدم فيه التافهون ليكونوا القدوه والمثال من ناحيه اخرى وراع الشاه يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاه لها الذئاب وليس من العلم بل ولا من الفقه بل ولا من الحكمه بل ولا من الادب ان نتحدث عن ائمه الهدى ومصابيح الدجى في هذا الشهر الكريم دون ان نبدا حديثنا عن امام الائمه وعن رسول الامه انه الامام الاعظم والرسول الاكرم انه الامام الاعظم والرسول الاكرم البشير النذير السراج المنير رافع الاصر والاغلال الداعي الى خير الاقوال والافعال والاحوال خير الانبياء مقاما واحسن الانبياء كلاما لبنه تمامهم ومسك ختامهم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرساله وهدى به من الضلاله وعلم به من الجهاله وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا نعم اننا الليله على موعد مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه قبل ان اقدم باي مقدمه لائمه الهدى ومصابيح الدجى رايت من الادب مع سيدنا وامامنا وحبيبنا ورسولنا ان اتحدث عن امام الائمه وعن رسول الامه بدون مقدمات لاقدم لحضراتكم غدا باذن الله تعالى حلقه كامله بمثابه المقدمه لائمه الهدى ومصابيح الدجى لنتعرف على خطتنا في هذه السلسله المباركه باذن الله جل وعلا اما الليله فاسمحوا لي وبلا مقدمات ان نتحدث عن امام الائمه وعن رسول الامه انه الامام الاعظم والرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي رفع الله قدره واعلى الله شانه ووضع الله عنه وزره وزكاه كما اقول دوما تزكيه كامله زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في علمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى زكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى زكاه في ذكره فقال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره، فقال جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في حلمه، فقال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في فؤاده، فقال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في بصره، فقال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه كله فقال جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم اغر عليه للنبوه خاتم من نور يلوح ويشهد او من نور يلوح ويشهد وكلاهما صحيح اغر عليه للنبوه خاتم من نور يلوح ويشهد اي ويرى او ويشهد اي له بصدق نبوته ورسالته اغر عليه للنبوه خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد انه الامام الاعظم والنبي الاكرم الذي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا اكرم عليه منه قال ابن عباس رضي الله عنهما والله والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا اكرم عليه من محمد وما اقسم الله بحياة احد غيره فقال جل وعلا لعمرك يقسم الله بعمر وحياة المصطفى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون اي لفي شركهم وحيرتهم يترددون ويتيهون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي اقسم الله جل وعلا له بالضحى والليل اذا سجى انه ما ودعه وما قلاه بعد ان شرف اجتباه واصطفاه وان ما اعطاه له واعده له في الاخره خير من كل ما اعطاه في الدنيا ثم جمع له وجوه الكرامه وانواع السعاده في الدارين مع الزياده فاقسم فقال جل جلاله: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال جل وعلا ممتنا عليه ممتنا عليه: الم نشرح لك صدرك؟ الم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ ورفعنا لك ذكرك الى اخر الايات. انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي اقسم الله عز وجل له بصدق رسالته وما اقسم الله جل وعلا لنبي قبله قط بهذا القسم فقال سبحانه ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم هل تدبرت القسم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم انظر الى هذا القسم الجليل الكريم الذي يبين مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين بل وما من نبي من الانبياء ولا رسول من الرسل الا وناداه ربه جل وعلا باسمه المجرد الا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فما نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد قط قال تعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه قال تعالى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا قال تعالى يا موسى انني انا الله قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فلما نادى على نبينا وحبيبنا وإمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ونادى عليه بالصفه فقال جل وعلا: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ونادى عليه بالصفه فقال جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وما ذكر الله جل وعلا اسم نبينا مجردا الا وقرنه بصفه النبوه والرساله فقال سبحانه محمد رسول الله وقال سبحانه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال سبحانه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله الايه انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي اخذ الله العهد والميثاق على جميع اخوانه من النبيين والمرسلين لو بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا به وينصروه ويوقروه ويتبعوه قال جل وعلا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين انه الامام الاعظم والرسول الاكرم واسمحوا لي ان استمر طوال الحلقه بهذه البدايه انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي خصه الله جل وعلا بالمقام المحمود بالشفاعه ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اتدرون ما المقام المحمود؟ روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: انا سيد الناس يوم القيامه. انا سيد الناس يوم القيامه ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ يعني هل تعرفون السبب؟ هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين يجمع الله الأولين والآخرين فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدن الشمس أي من الرؤوس نعم تصور الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل وتصور جهنم قد أتي بها لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور معي هذا المشهد تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فينظر بعض الناس لبعض ويقول بعضهم لبعض الا ترون ما نحن فيه الا ترون ما قد بلغنا الا تنظرون من يشفع لنا الى ربنا قال صلى الله عليه وسلم فيقولون ادم فياتون ادم عليه السلام ويقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربك فيقول ادم ابو البشر الذي نفخ الله فيه من روحه واسجد له ملائكته فيقول ادم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 ولا اريد ان اقف مع ذنب كل نبي من الانبياء الى ان الامر يحتاج الى تفصيل وقد يلتبس الامر على بعض اولادنا وبناتنا فيقول ادم عليه السلام نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فياتون نوحا عليه السلام ويقولون يا نوح انت اول الرسل الى الارض انت اول الرسل الى اهل الارض الا ترى ما نحن فيه وقد سماك الله عبدا شكورا الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فاشفع لنا الى ربك فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 اذهبوا الى غيري نوح الذي لبث في الدعوه الف سنه الا خمسين عاما ما ترك سبيلا من سبل الدعوه الى الله الا وسلكه ماذا قطع من راحه قام يدعو الى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا الى اخر الايات يقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم عليه السلام ويقولون يا ابراهيم انت خليل الله من اهل الارض الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربك فيقول ابراهيم الخليل الذي قال الله فيه ان ابراهيم كان امه يقول ابراهيم الخليل الاواه الحليم الرشيد الذي اتاه الله رشده منذ الصغر يقول ابراهيم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فياتون موسى عليه السلام ويقولون يا موسى انت رسول الله انت كليم الله اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربك فيقول موسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 موسى الكليم الذي قال الله له واصطنعتك لنفسي الذي قال الله فيه ولتصنع على عيني الذي كلمه الله جل وعلا يقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى انت روح الله وكلمته القاها الى مريم انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربك فيقول عيسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يقول: اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف على قدر رسول الله وعلى مكانة حبيب الله عند الله جل في علاه في هذا اليوم العصيب المهيب الرهيب الذي تنكر فيه كل نبي ورسول وقال نفسي نفسي نفسي، يقول عيسى اذهبوا الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ومن والاه. يقول المصطفى فياتوني اي فيذهب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سيد الناس يوم القيامه قال فياتوني فيقولون يا رسول الله انت خاتم الانبياء والمرسلين انت رسول الله وختم بك الانبياء والمرسلين وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك يقول الحبيب صلى الله عليه واله وسلم فأقوم فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل ويفتح الله علي ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتح به على احد قبلي بابي وامي وروحي ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه جل وعلا ما لم يفتح به على احد قبلي فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع الحديث هذه مكانه رسول الله انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي يقول يوم القيامه كل نبي من الانبياء نفسي نفسي ويقول الحبيب المصطفى انا لها ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي خصه الله جل وعلا بالوسيله ما الوسيله اعلى منزله في الجنه روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي خصه الله جل وعلا بالكوثر ما الكوثر؟ نهر في الجنه ماؤه اشد بياضا من الثلج واحلى مذاقا من العسل باللبن وانيته اكثر من نجوم السماء روى البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين اظهرنا فاغفى اغفاءه اي اخذته سنه من النوم ثم استيقظ مبتسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله فقال صلى الله عليه واله وسلم نزلت علي انفا سوره ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال عليه الصلاه والسلام اتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وفي رواية مسلم قال ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من عدد النجوم وآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عن حوضه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه فقالوا فهل تعرفنا يومئذ يا رسول الله قال نعم لكم سيمة أي علامة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جمع الله تبارك وتعالى له المحاسن خلقا وخلقا إنه الإمام الأعظم والرسول الاكرم الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا فبمجموع الاثار والاحاديث الصحيحه الثابته في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى انه كان احسن الناس خلقا واجمل الناس وجها كان وجهه كالقمر نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا سر اي اذا فرح وسعد استنار وجهه كانه قطعه قمر كما قال كعب بن مالك وحديثه في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر كان ابيض مليحا كانما صيغ من فضه صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر عظيم المنكبين عظيم المنكبين كث اللحيه ليس بالطويل ولا بالقصير وما اجمل قول علي ما رايت قبله ولا بعده احسن منه وما اجمل قول البراء كما في الصحيحين قال ما رايت من ذي لمه واللمه بكسر اللام وتشديد الميم الشعر الذي جاوز شحمه الاذنين، قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجمل واروع قول ابي هريره رضي الله عنه، قال اذا نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه. كان الشمس تجري في وجهه وما اروع قول ام معبد حين وصفت رسول الله لزوجها فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ظاهر الوضاءة رجل ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق مليح الوجه حسن الخلق اذا تكلم علاه البهاء واذا صمت وسكت علاه الوقار ابهى الناس واجملهم من بعيد واحلى الناس واحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثه منظره غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثه منظره ما اجمله وما اكرمه ومع حسن الخلق اعطاه الله حسن الخلق اعطاه الله العلم والحلم والرشد والكرم والشجاعه والمروءه والصدق والحياء والشهامه والرجوله والوفاء والاخاء الى غير ذلك من الأخلاق رضي الله عن أنس خادمه الأمين الذي قال وحديثه في الصحيحين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وما أجمله وأروع قول عبد الله بن عمرو والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت حدثني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه فقال عبد الله بن عمرو اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم واستطيع ان اقف ساعات طويله مع هذه الكلمه لادلل عليها بمزيد ومزيد من كتاب ربنا وسنه نبينا وسيره نبينا صلى الله عليه واله وسلم فالمحاوله عسيره ان اتكلم عن امام الائمه وعن رسول الامه في ساعه واحده انما ها أنا ذا أجمع من هنا وهناك وهنالك من هذا البستان الواسع اليانع الماتع لأجمل الحديثة لأنني أريد أن أقف مع كل إمام من الأئمة بعد سيد الأئمة في حلقة واحدة لنقف مع ثلاثين من هؤلاء الأخيار الأطهار من الرجال والنساء بإذن الواحد القهار بإذن الله تبارك وتعالى نعم إنه الإمام الأعظم والرسول الاكرم الذي قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: انا سيد ولد ادم يوم القيامه وانا اول من تنشق عنه الارض او وانا اول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع واول مشفع انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي فضله الله جل وعلا على جميع الانبياء والمرسلين نعم نحن نؤمن بهم جميعا بلا تفرقه من حيث اصل الايمان، لا نفرق بين احد من رسله من حيث اصل الايمان بهم جميعا. من قص الله علينا منهم في قرانه ومن لم يقصص علينا منهم في قرانه، نؤمن بهم على سبيل الاجمال وعلى سبيل التفصيل ولا نفرق بين احد منهم على الاطلاق من حيث اصل الايمان، اما التفضيل فلقد فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيره شهر ونصرت بالرعب مسيره شهر واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون اسمع هذا الحديث مره اخرى فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيره شهر واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي جعل الله تبارك وتعالى طاعته طاعه له ومعصيته معصية له تبارك وتعالى وجعل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم شرطا من شروط الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إيمان المرء إلا به بل ولا يصح إيمان المرء إلا به قال الله جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار والايمان برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه ليس كلمه ترددها الالسنه فقط بل الايمان به اقرار باللسان اقرار اللسان بنبوته واعتقاد الجنان برسالته وتصديق او وترجمه الجوارح والاعمال لسنته وشريعته. تصديق اللسان برسالته او اقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. هذه هي حقيقه الايمان برسول الله. اقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته. وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي جعل الله جل وعلا طاعته طاعه له من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى الرد الى الله جل وعلا هو الرجوع الى القران الكريم والرد الى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع اليه في حياته والرجوع الى سنته بعد مماته ما نعم بل لقد جعل الله عز وجل من يبايعونه صلى الله عليه وسلم كانما يبايعون الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اي شرف وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ومن اجمل ما قرات في هذا الباب ما رواه الامام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم لبعض ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فحبيبنا ان نامت عينه لا ينام قلبه ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه ثم بعث داعيه فمن اجاب الداعيه دخل الدار واكل من المأدبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار لم ياكل من المأدبه قالوا اولوها له يفقها يعني فسروا له هذا المثل ليفقهه فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان قالوا مثله كمثل رجل مثله قالوا الداعي محمد صلى الله عليه وسلم الدار الجنه والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اجاب محمدا صلى الله عليه وسلم او فمن اطاع محمدا دخل الجنه ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم دخل النار ومحمد فرق بين الناس ومحمد فرق بين الناس فمن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وأطاعه واتبعه دخل الجنة كما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن الدار الجنة والداعي لهذه الجنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجاب رسول الله وامتثل امره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده وحقق الايمان به وصدقه في كل ما بلغ عن ربه دخل هذه الدار واكل من المأدبه اي دخل الجنه واستمتع بما اعده الله عز وجل فيها لاوليائه من نعيم مقيم. الدار الجنه والداعي محمد، فمن اجاب محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس نعم ايها الافاضل انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي انزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قران يتلى الى يومنا هذا ليربي به الصحابه رضي الله عنهم والامه من بعدهم كيف يخاطبونه وكيف يكلمونه وكيف يتادبون في حضرته وبين يديه عليه الصلاه والسلام قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه قال القرطبي اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله او على قول وفعل رسول الله فان من قدم قوله او فعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يامر الا بما امر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ويدخل في الايه دخولا اوليا تشريع ما لم ياذن به الله، فلا حلال الا ما احله الله ورسوله. ولا دين الا ما حرمه الله ورسوله فلا حلال الا ما احله الله ورسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم نعم كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر ارتفع صوتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل وفد بني تميم على رسول الله الكريم واراد الصديق ان يختار عليهم اميرا فاختار القعقاع بن معبد واختار عمر بن الخطاب الاقرع بن حابس فقال الصديق لعمر ما اردت الا خلافي يا عمر فقال عمر والله ما اردت خلافك يا ابا بكر ونزلت الايات بهذه الكلمات الشديده تهدد باحباط العمل ولمن للخيرين الكبيرين الجليلين الكريمين فكيف فكيف ترجو الامه النصر والتمكين وقد قدمت القول والفعل بل والاحكام والقوانين على قول الله وعلى قول وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم، نعم انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي جعل الله تبارك وتعالى محبته من كمال الايمان وتمام الايمان، قال صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعين، وقال جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم تابعه لازمه لمحبه ربنا جل وعلا بل وفي روايه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك حين قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسه قال لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والذي بعثك بالحق لانت احب الي من نفسي فقال الان يا عمر ومن جميل ما قاله الخطابي تعليقا على هذا الحديث قال حب الانسان لنفسه طبع اي جبله وحب الانسان غيره اختيار بتوسط الاسباب يعني انا احب نفسي لاني طبعت وجبلت على هذا واحبك ايها الاخ الكريم لسبب من الاسباب وانت تحبني لسبب من الاسباب فحب الانسان نفسه طبع وحب الانسان غيره اختيار بتوسط الاسباب وما طلب النبي من عمر حب الطبع اذ لا سبيل الى قلب الطباع عما جبلت عليه وانما اراد النبي من عمر حب الاختيار فلما نظر عمر نظر عمر في الاسباب فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من النار حينئذ قال لانت احب الي من نفسي يا رسول الله انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي يجب علينا ان نحبه حبا يفوق حبنا لاولادنا ونسائنا واموالنا بل ولانفسنا بين جوانحنا وجنوبنا نعم، إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم، إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أوجب الله علينا أن نبلغ دعوته وأن نتبع سنته وأن نذب عن شريعته وأن نصدقه في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وما من شيء أخبر به الصادق إلا ووقع بمثل ما أخبر ومن ثم فكل ما أخبر عنه ولما يقع بعد سيقع بمثل ما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فواجب على المؤمنين المتبعين أن يعرفوا حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا على واجبهم تجاهه صلى الله عليه وسلم، وما أعطر وأمتع وأطول هذا البستان الذي يجب أن نسير فيه طويلاً طويلاً طويلاً، لكنني كما ذكرت أقتطف من هنا وهناك وهنالك لنتعرف على صورة مجملة مجملة مختصرة على هذا الإمام الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيره حتى ترفع الرايه التي رفعها المصطفى حتى تبلغ المنهج الذي عاش من اجله وحمله حتى لقي ربه تبارك وتعالى وقال فيه كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وقلت بلغوا عني ولو ايه بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف فلن تنال شرف الانتساب إليه إلا بالبلاغ عنه بأمانة وحكمة وبصيرة وعلم وهدى بلغوا عني ولو آية نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع حديث رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم او من اوزارهم شيئا انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي عاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى ويخطو على جمر الكيد والعنت من اول لحظه وقف فيها على جبل الصفا ليبلغ عن الله ليبلغ عن الحق تبارك وتعالى بعد امر الله له وانذر عشيرتك الاقربين وقد ارغت مكه كلها وازبدت ودقت مكه طبول الحرب واوعدت وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الامين الذي خلعت عليه بالاجماع لقب الصادق الامين فتحمل الاذى وصبر صبرا تنوء بحمله الجبال الراسيات وقام ليبلغ دين رب الارض والسماوات ممتثلا امر ربه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فقام ولم يذق طعم الراحه ولم يذق طعم النوم حتى بلغ دين الله جل وعلا وحتى ادى الامانه وبلغ الرساله ووضع التراب على راسه ووضعت النجاسه على ظهره وخنق حتى كادت انفاسه ان تخرج ليبلغ لاهل الارض دين الله تبارك وتعالى فماذا فعلت الامه له صلى الله عليه وسلم لتبلغ عنه دينه الى اهل الارض ماذا انت صانعه يا امه المصطفى يا امه التوحيد هذه لمحات سريعه اشعر بخجل وبحياء وبتقصير في حق البشير النذير وانا اجمع هذا الجمع السريع لكنني اليت في خطتي مع ائمه الهدى ومصابيح الدجى ان اقف كل ليله مع امام واحد واستحييت من الله ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتحدث عن الائمه دون ان ابدا حديثي بامام الائمه ورسول الامه بامام الهدى ومصباح الدجى فلئن كانت شمس النبوه قد اشرقت على ارض الجزيره فبددت ظلام شركها وحولت ظلامها الى نور وضياء فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا بمثابه النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس المباركه وقبست من نورها ولا تزال هذه النجوم تتلالا بل وسوف لا تزال تتلالا وتشرق لتبعث بسيرتها العطره وبنورها الذي لا ينقطع وبمنهجها الرباني والنبوي لاهل الارض فما احوج اهل الارض لائمه الهدى ومصابيح الدجى لتتعلم الدنيا كيف تكون القدوه وكيف يكون المثل واختم لقاء الليله بالمزيد من الصلاه على امام الهدى ومصباح الدجى امامنا الاعظم ورسولنا الاكرم صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه احمد وابو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث اوس بن اوس انه صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة فاكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت وقد أرمت أو أرمت وكلاهما صحيح لغة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت أي بلي جسدك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض اجساد الانبياء ماذا انت صانعه يا امه التوحيد لامام الهدى ومصباح الدجا هل سنمتثل امره؟ هل سنجتنب نهيه؟ هل سنقف عند حده؟ هل سنطيعه فيما امر؟ هل سننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر؟ هل سنصدقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا؟ هل سنبلغ دينه؟ هل سنبلغ سنته؟ هل سنتبع شريعته هل سنتخلق باخلاقه هل سنبدع لهذا الدين لنعمر الدنيا بالدين ولنقدم للبشريه دين محمد في وقت تلهث فيه البشريه وتجري فيه كالمطارد وتئن من الالم تبحث عن اي شيء وهي في الحقيقه تملك من امور الدنيا كل شيء ولكنها بابتعادها عن إمام الهدى ومصباح الدجى الإمام الأعظم والرسول الأكرم فقدت كل شيء فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة للعودة من جديد إلى إمام الهدى ومصباح الدجى ورسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم لتقوله ولتطبق سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أيها الأحبة سامحوني على هذا التقصير وعلى هذا الاجمال المخل لكنها لمحات لنقف غدا مع مقدمه كامله في حلقه كامله باذن ربنا جل وعلا مع ائمه الهدى ومصابيح الدجى لنتعرف على هؤلاء وعلى مكانتهم في القران والسنه لندخل بعد ذلك هذا البستان اليانع الماتع لنقضي كل ليله من هذه الليالي المباركه مع امام من هؤلاء الاطهار الاخيار اسال الله جل وعلا ان ينفع بها الامه بل والبشريه كلها وان يقيض لها من يترجمها الى اكثر من لغه لتستمع الدنيا كلها ولتتعلم من امام الهدى وائمه الهدى الذين صحبوا المعلم الاعظم والرسول الاكرم محمدا صلى الله عليه وسلم واسال الله ان يجعلني واياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم كل عام انتم بخير وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصابيح حد زين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي